هذا غيظ من فيض الدمار الذي حل بالبنية التحتية لمدينة الموصل في محافظة نينوى منازل ومؤسسات ومدارس نتيجة العمليات العسكرية التي جرت على أرضها. ومع بدء العام الدراسي الجديد ظهرت جليا آثار الدمار التي طالت المدارس في مدينة الموصل بخاصة في الجانب الأيمن منها، فالمئات منها باتت أثرا بعد عين والأخريات أطلالا تنادي من يرمم أوصالها ويعيدها للحياة من جديد. المتبقي لدينا حدود 316 مدرسة تحديدا، هذه المدارس بين مهدمة بالكامل وبحاجة إلى ترميم. هذا الدمار الكبير الذي حل بالمدارس استدعى إيجاد حلول ولو كانت مؤقتة ومكلفة بالنسبة لأهالي التلاميذ في الجانب الأيمن للموصل، فتوجهوا إلى مدارس الجانب الأيسر التي باتت صفوفها تغص بالتلاميذ. بالنسبة للمدارس بالموصل تقريبا موصل الجانب الأيمن مهجورة، كل الزخم صايرة على الجانب الأيسر، وجانب الأيسر ما عاد تتحمل، كل صف كل 10 صفوف جايرين على صف واحد، يعني زخم بشكل غريب بالموصل. وتهدد هذه الأزمة الكبيرة في أبنية مدارس الموصل الآلاف من التلاميذ بالجهل والأمية، إذ أن الكثير من الأهالي لا يستطيعون تحمل أعباء ومستلزمات نقل أبنائهم إلى المدارس البعيدة، وخاصة أن لدى الكثير منهم أكثر من تلميذ. لا اكو مدارس، لا اكو شيء، هسه انا عندي 5 اطفال، وين سبب اوديهم؟ وين سبب؟ راح ابطلهم، راح يشردون. عندي 6 بنات متوسطه، وين سبب اوديهم؟ وحتى المدارس اللي بغير مناطق بعيده عننا نصها مدمره. النص كله مدمر، ما بيها لا سلامه، لا تدريس. ابد، وحتى التربيه لا عتجي. اكو مدارس بالقديمه خليجون يعمروها. خلي تصرف، ليش ما عنده واردات التربية؟ ويبقى الرهان ضعيفا على إيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات الحكومية التي كان يفترض بها إعادة إعمار مدارس الموصل كأولوية منذ ما يزيد عن سنة. أما الرهان الكبير فقد كان وسيكون دائما على أهالي الموصل وأبنائها التلاميذ والطلبة الذين سيعيدون قريبا إعمار مدينتهم بعزيمة أقلامهم ودفاترهم.